ناقش وزير المالية أحمد كوجوك مع نظيره الصيني لان فوان سبل توسيع أفاق التعاون الاستثماري بين البلدين وتبادل الرؤى والأفكار في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، أخذاً في الاعتبار علاقة الشراكة القديمة بين البلدين كأبرز الأعضاء المؤسسين لبنك الاستثمار الأسيوي الذي يعد أحد أهم البنوك الداعمة والمعبرة عن الاقتصادات الناشئة، وكذلك بنك التنمية الجديدة. جاء ذلك على هامش مشاركة الوزير في اجتماعات البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية بأوزبكستان. وأضاف وزير المالية أن مصر شريك استراتيجي في مبادرة الحزام والطريق، بما يسهم في تسهيل حركة التجارة الإقليمية وتحسين الترابط والتعاون على نطاق واسع يمتد عبر القارات. عقد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب لقاء موسعا مع وفد بنك ستاندرد تشارترد العالمي برئاسة الرئيس المشارك لمجموعة الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار في البنك سونيل كوشال. وخلال اللقاء تم استعراض أنشطة البنك في مصر والذي يقوم بتقديم الخدمات المصرفية إلى الجهات الحكومية والشركات الكبرى والمؤسسات المالية والشركات العالمية العاملة في مصر، حيث يهدف هذا التوجه الاستراتيجي إلى تعزيز خطط التنمية الاقتصادية في مصر من خلال دعم العمليات التجارية ودفع الاستثمار وتنقلات رأس المال السوق المصرية. عقد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب لقاء موسعا مع الشيخ عبد المحسن الحكير رئيس مجموعة الحكير القابضة العاملة في مجالات الترفيه والضيافة والمشروعات الفندقية والوفد المرافق له. واستعرض اللقاء فرص ومقومات الاستثمار بالسوق المصرية والمشروعات الحالية للمجموعة في مصر وعدد من المشروعات المستقبلية التي تدرس المجموعة إنشاءها في مصر خلال المرحلة المقبلة. قال الوزير إن مصر حريصة على توفير جميع أوجه الدعم للمستثمرين المصريين والعرب والأجانب، لا سيما الأشقاء السعوديين، وبما يسهم في زيادة الاستثمارات السعودية في مصر وإنشاء المزيد من المشروعات المشتركة التي تحقق التكامل الاقتصادي بين البلدين. شاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط في اجتماع مجلس قيادة التحالف الدولي للطاقة من أجل الناس والكوكب، وذلك ضمن فعاليات الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة وقمة المستقبل المنعقدة بنيويورك. يهدف الاجتماع إلى تحديد الإجراءات التي يجب أن يتخذها أعضاء المجلس القيادي للتحالف الدولي للطاقة لتسريع تحقيق الهدف السابع من الأهداف الأممية للتنمية المستدامة. وخلال الاجتماع أشارت الوزيرة إلى أن التفاوتات في جهود الانتقال إلى الطاقة وما يمكن أن تؤدي إليه من تعميق الفجوات الاقتصادية القائمة، موضحة أنه في حين أن العالم يسير على المسار الصحيح لزيادة الاستثمارات في الطاقة المتجددة وشبكات الكهرباء، فإن بعض المناطق قد تتخلف عن الجهود المبذولة بسبب نقص كبير في الاستثمار والدعم الدولي. استقبل رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين وفد منظمة التجارة الخارجية اليابانية جترو، وذلك بحضور ممثلي عدد من كبريات الشركات العالمية العاملة في مجال الهيدروجين الأخضر في إطار التعرف على الخطوات الجادة التي تتخذها المنطقة الاقتصادية نحو توطين هذه الصناعة الهامة والصناعات المكملة والمغذية لها. وخلال اللقاء أكد رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس على ضرورة التعاون بين جميع الأطراف والجهات المعنية لتحقيق قفزات زمنية في قطاع الوقود الأخضر، لا سيما في ظل ما تتمتع به مصر من توفر لمصادر الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح، موضحا أن ما حققته المنطقة الاقتصادية من خطوات حثيثة في مجال الوقود الأخضر لم يكن ليتحقق إلا بدعم شركاء النجاح ومؤسسات الدولة. وإلى البورصة المصرية، حيث أنهت تعاملات الجلسة على ارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، بينما مالت تعاملات المصريين والأجانب للبيع وسط تداولات بلغت 4.7 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 31 مليار جنيه عند مستوى 2.142 تريليون جنيه.
بنيهم. أما على صعيد المؤشرات فقد ارتفع مؤشر EGX 30 بنسبة 1.23% ليغلق عند مستوى 31250 نقطة، وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX 70 بنسبة 1.18% ليغلق عند مستوى 7420 نقطة، وصعد مؤشر EGX 100 بنسبة 1.31% ليغلق عند مستوى 10563 نقطة. وننتقل إلى أسواق البترول العالمية، حيث تراجعت أسعار النفط مع إعادة المستثمرين تقييم قدرة خطط التحفيز الصينية على دعم الاقتصاد، بما يكفي لدفع المزيد من نمو الطلب على الوقود في أكبر مستورد للنفط الخام في العالم. وعلى صعيد التداولات هبطت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 2.16% مسجلة 73 دولار و72 سنت للبرميل، كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 2.12% ليصل إلى 70 دولار و4 سنت للبرميل، وتراجعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 1.25% لتصل إلى دولارين و17 سنت للتر، كما صعدت أسعار الغاز الطبيعي وذلك بنسبة 1.41% لتسجل دولارين وثمانية وخمسين سنت لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. يعاني الاقتصاد العالمي من الصراعات الدولية التي تتوسع معها الآثار السلبية على الجوانب الاقتصادية بدول العالم، ويحذر البنك الدولي من أن التوترات المستمرة في الشرق الأوسط تهدد بتقويض التقدم المحرز مؤخرا في معالجة التضخم العالمي.